قدنا خزعة وبعتناها وحللنا الخزعة، قامت طلعت كتلة سرطانية في الرئة اليميني، عم تنخر على الكتف اليميني كمان. والدي اسمه عبد الحافظ إبراهيم، نحن من ريف المعرة الشرقي من غدفة، قاعدين في مخيم، مخيم كفر عروق اسمه مخيم دوف 2. مشي من فترة برمضان، شهر رمضان، صارت معه حالي أبوي، قمنا أخذنا إسعاف على الدكتور، طلب منا تحاليل وما تحاليل وهيك شغلات تصوير، أخذنا وصورنا، قامت طلعت كتلة سرطانية في الرئة اليميني، عم تنخر على الكتف اليميني كمان. بعد ما طلعت هاي قال بدكم تاخذوا ايش اسمه يعني جرعات، قاموا وصلنا نروح على المشفى المحافظه في ادلب هنيك، وصلنا ناخذ الجرع هنيك، يعني على صرنا اخذين هلا تقريبا شيء 4 جرع من مشفى المحافظه. هذا الدواء عم ناخذه بشكل مجاني من مؤسسه اورينت الانسانه ومن منظمه تحالف الاديان. سويت 3 جلسات والرابعة إيه الحمد لله رب العالمين تحسن وضعي، تحسن 100% 90% إيه والحمد لله رب العالمين على كل حال.